أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق والأمر كله. يعني الصهري يوجد شاب سلفي عندهم شدة التمسك، لكن توجد عندهم شدة تشبه حدة حدادية، تشبه شدة حدادية، فهذه فطرة. بارك الله فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الشديد نفر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا.